بأولى فقراتنا لليوم رح نروح لنحكي على تأثير الأجهزة الإلكترونية، تأثير القعدة الطويلة قدام كان شاشة التلفزيون أو على الموبايل. اليوم هذا التأثير له تأثيرات جدا سلبية على حياة أطفالنا. اليوم هذا الطفل بس يتعود أنه يحمل الموبايل بصير صعب كتير على الأهل أنهم يخففوا هاي العادة، لأنه هو تعود وكبر على هاي القصة. هذا التعود له تأثير على النمو العقلي، النمو الإدراكي، حتى على التواصل مع المحيط. نشوف اليوم أطفالنا عم نحاكيهم هن مانن هون، يعني دائما عينهم على الموبايل، يمكن بيحفظوا أكثر ما أنت الأنسة تعطيهم، بضلوا يتأثروا باليوتيوب، ياخذوا وقت أطول عليه. صحيح، اليوم هذا التأثير أكيد مفروض نحن نشتغل على أنه نحد منه ومن تأثيراته السلبية، وخاصة اليوم نحن علاقاتنا الاجتماعية بلشت تخف أيضا ككبار بسبب التواصل الاجتماعي المستمر على الأجهزة الإلكترونية. حنروح لنحكي أكثر نحن كيف قادرين نعلم أطفالنا ينظموا وقتهم على الأجهزة الإلكترونية وما يأثر على دراستهم ولا على محيطهم ولا على إدراكهم. وضيفتنا لليوم هي الاختصاصية يارا أحمد، اختصاصية اجتماعية. سعد صباحك يارا. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا هذا الموضوع شائع كتير، عم نشوف أطفال يمكن بأعمار الأشهر، بأعمار السنوات القليلة أو يمكن قبل مرحلة الروضة حتى، مدمنين على الأجهزة الإلكترونية. لكن اليوم شو العلامات اللي بتشير أنه هذا الطفل مدمن على الأجهزة الإلكترونية؟ تمام. الإدمان على الإنترنت أو التلفاز هي من أهم المواضيع اللي عم يعانوا منها الأهالي. نحن دائما نختار المواضيع اللي هي بتكون هادفة للأهالي مشان نقدر نساعدهم. كيف نحن بنشوف إنه القصة صارت مشكلة وقت اللي بتتخطى الحدود الطبيعية؟ نحن عنا بالدراسات العالمية بتقول إنه نحن لازم الطفل يتفرج قبل السنتين، ما لازم أبدا يشوف موبايل. هي قطعا قد ما حاول، يعني قد ما حاول الطفل او لفت انتباهه هذا الموضوع قبل عمر السنتين، ممنوع الطفل يتفرج على التلفاز، لانه بمرحله السنتين، عمر السنتين هون في مرحله تطور دماغ الطفل، فالموسيقى، الضجه، المحتوى، مثلا كثره الصور اللي عم تنعرض على الطفل ممكن تاثر على التطور الدماغي. تمام. لكن في اهالي مثلا او احيانا بيشوفوا تطور اللغوي للطفل، مثلا بلش بالحكي من عمر بكير، نحن شفنا ادراكه تمام، انتباهه تمام، فنحن ممكن نبلش نعطيه مثلا نخليه يشاهد التلفاز. طيب بعد عمر السنتين كمان المنظمات او الدراسات بتشير انه نحن ممكن نخلي الطفل بعد العمر السنتين لعمر 5-6 سنين يشاهد التلفاز من يعني تقريبا فينا نقول 50 دقيقة لساعة تقريبا. انا عم بحكي الدراسات بتشير لهذا الموضوع، واللي مسؤول عنه والمسؤول عن هذا الموضوع هو دكاترة دارسين هدول المواضيع على الاطفال. طيب انا امتى بقول انه هذا الشيء صار مشكلة عند الطفل؟ وقت اللي بشوف انه هذا الطفل تخطى الحدود الطبيعية وصار في عنا مرحلة بكاء وعناد لحتى انه يتفرج على الموبايل. طبعا هذا شيء راجع. هلا انا اذا بدي اشوف انه مثلا الطفل صار بهي المرحله عم يطالب بالموبايل طول الوقت، صار في عنا مرحله شرود، وانتم انتبهوا على مرحله الاطفال وقت اللي بيشوفوا الموبايل بتحسوه ما انا مركز معكم، صح؟ بصير بتناديله وصار عم ياثر عليه، فانا بركز انه بشوف انه هذا الطفل صار تعرقه بالموبايل فوق الطبيعي، فانا لازم هون انتبه على هذا الموضوع. وبالنسبه الى لنروح للقصص النفسيه والمشاكل كمان اللي بيعاني منها الطفل اذا تعرض للموبايل فترات طويله، هي تاخر النطق عند الطفل. الطفل بهذا العمر هو متلقي حيكون وقت اللي بيشاهد التلفاز، طب اوكي انا او الموبايل، فانا الطفل انه بهي المرحله حتى انا اكون لغه لازم يكون عندي تفاعل اجتماعي، تفاعل يصير بين الطفل، مرحبا كيفك، مثلا شو عملتي، شو ساويتي، هي الرد على الاسئله هي بتعمل للطفل لغه تعبيريه. صح. صار الطفل هو بمرحله متلقي، عم يسمع الكلمات، عم يسمع مثلا عم يسمع مفردات، لكن هو بمرحله متلقي، فهو نحن عودناه على مرحله الاستماع، ما عودناه على مرحله انه هو يتفاعل اجتماعيا. فهذا الشيء بيعمل له تاخر بالنطق. بنجي كمان لمواضيع ثانيه، هو بيعمل تشتت انتباه وتركيز، بتلاقي الطفل صار تركيز معين، يعني هو الطفل ما عاد بيركز معك، ما عاد بيركز بالوسط الاجتماعي اللي هو لازم يكون متواجد فيه. فبتلاقي معظم الاطفال وقت بيتعرضوا للاجهزه الالكترونيه، طبعا قبل ما افوت بهذا الموضوع بدي ركز على فكره كثير مهمه، انه معظم الاعتقادات بتركز انه التلفاز او الموبايل بيخلي الطفل يصير عنده توحد. هذا الاعتقاد خاطئ، لانه التوحد هو اضطراب بيكون خلقان مع الطفل، لكن اضطراب طبعا هو عصبي بيكون خلقان مع الطفل، لكن مثلا مشاهده الطفل للتلفاز هو بيعمل له مشاكل ثانيه، بيعمل له مثلا اضطراب تواصل، هو بيخلي الطفل ما عاد يتفاعل مع البيئه المحيطه، بيسبب له مشاكل بالانتباه والتركيز، ممكن هذا الطفل يعمل يسبب للطفل قله بالذخيره اللغويه، يعمل مشاكل باللغه التعبيريه.
فهي المشاكل هي بتأثر على الطفل، كمان بتعمل للطفل مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية بتخلي الطفل انعزالي. معظم الأطفال بيكون عندهم مشاكل مثلاً بتلاقي انعزالي، خجول كتير، عنيد كتير، بتروحي للمشاكل اللي مثلاً تسأل الأم بدراسة الحالة، بتقولي لأنه مثلاً شو صاير مع الطفل، بتقلك إنه هو مثلاً منحط قدام الشاشات كتير. طب أوكي، هون صار في عنا مشكلة عم يسبب كمان مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل. أكيد اليوم يارا ذكرتي عدة تأثيرات سلبية إن كان نفسية وإن كان صحية، ولكن اليوم هذا الطفل عم بيتعلق بهدول الأجهزة بشكل كتير غريب. يعني اليوم بتحسي في مشكلة بالأهل، يعني عند في مشكلة بالمحيط، لحتى الطفل اليوم عم يهرب لحتى يعيش مع شخصيات ثانية. في كثير من الأطفال بتقلك الأم أنه أنا ابني متأثر بالشخصية الفلانية، ابني بيقلد الشخصية الفلانية، عايش معه. يعني اليوم بدنا نرجع شوي على البيت، على أساس البيت. يعني اليوم بجوز الأم والأب يهربوا من مشاكله انه خذ موبايل وروح. يعني اليوم ابني شو عم يشوف؟ انا ما بعرف، لقطات تعنيف ما بعرف، بجوز قصص مفروض بعمره ما يشوفها عم يتاثر فيها. قد ايه اليوم المراقبه حتى وقت اللي نحن سامحين لهذا الطفل انه يستخدم الموبايل ضروريه؟ تمام. هلا اول شيء انه معظم المشكله بتكون عند الاطفال مثلا ادمان الموبايل وادمان الانترنت، بيكون راجع سبب معظم للاهالي. انت ما فيك تنفي مسؤوليتك من هذا الموضوع. معظم الامهات وقت بتجي لعنا بتقول لنا انا مثلا ابني عم يعاني من هي المشكله. طب اوكي، انت وقت ابنك عانى من هي المشكله، انت وين كنتي وقت كان عم ينحط ساعات طويله قدام الموبايل؟ انت كنتي عم مثلا عندها شغل او عندها شيء؟ فانه هي بتقول لي انه انا مثلا كنت بدي اخلص من ابني او انا عندي شغل فانا بحط ابني قدام الموبايل. هون اول شيء في مشاكل، يعني مشكله راجعه سببها الاهالي بمعظم الوقت. طيب انا بجي للطفل او بجي مثلا للاهالي او بجي مثلا كيف نحن طريقه توعيه الاهالي لهذا الموضوع؟ انا دائما بقول لهم للاهالي مثلا انه انت وقت بتعطي ابنك الموبايل، طيب انا المحتوى اللي هو عم ينعرض قدام الطفل، مثلا معظم الامهات بتجي لعندك بتقول لك انا حاطط له يوتيوب كيدز. طيب يوتيوب كيدز مثلا انت كثير شفت مثلا مقاطع على اليوتيوب انه عم اليوتيوب كيدز عم فيها ايحاءات ما دخلها بالكيدز ابدا اليوم فيها انه ايحاءات جنسيه، في عم توعي الاطفال مثلا. انا شفت كمان محتويات انه عم تعرض بيئه للطفل هي ما نمت بيئه البيت اللي هو عايش فيها. مثلا طفل عنده سيارات كثير، طفل مثلا طفله عندها بيت مثلا في باربي كثير، فالطفل عم يكره البيئه اللي هو عايش فيها. النقطه الثانيه انه فيها ايحاءات جنسيه. تمام. فهذا الموضوع احنا كثير ننتبه لانه نحن المحتوى اللي عامل هذا المحتوى انت ما بتعرفي مانه مثلا اخصائي بالتربيه او مانه مثلا انت عارفانه هو شو عم يعرض. تمام. النقطه الثانيه والمهمه انه احيانا المحتوى الموبايل حتى لو كان انه انت حاطتي له مثلا برامج تعليميه او الى اخره، بس الاعلانات اللي عم تطلع هي كمان ما بتناسب الطفل. يعني انت مثلا بتشوفي انه عم تعطي الموبايل للطفل حتى لو كنت عارفانه هو شو عم يدخل، بس انت في عندك اعلانات عم تنعرض ومعظم الاعلانات انتم موبايلكم عم يطلع فيه اعلانات وهي صوت واعلانات، يا عيني عليك. فهي مثلا احنا لازم ننتبه على المحتوى. النقطه المهمه انه نحن مثلا وقت الطفل بينعرض قدامه الموبايل نحن خلينا نكون مشاركينه بهذا الموضوع، ما نعطي الطفل الموبايل لانه احنا بدنا نخلص منه. تمام. والمعظم الاهالي مثلا بتشوفي انه مثلا عم يعانوا من هذا الموضوع، نحن دائما بنقول لهم انه في عندكم نقاط معينه لحتى تقدروا تعالجوا هي المشكله. مثلا اجت لعندك ام قالت لك انه انا مثلا عندي مثلا عندي ضغط كثير، بدنا نساعدها بتنظيم وقتها. نحن مثلا كاخصائيين اجتماعيين نحن بنساعد الام على تنظيم وقتها، بنساعد الاب على انه كيف ينظموا بيئه حياتهم. اختصاصنا بهذا المجال هو بيساعد البيئه، يعني الاسره بشكل عام لحتى تعرف تتعامل مع طفله. يعني انا ما بقول له مثلا شيل الموبايل من ايده، طب اوكي، بس ما هيك بتنحل المشاكل ولا هيك بتنحل مثلا مشاكل الاسره، مشاكل الطفل ومشاكل الام. اول شغله نحن بنرجع لسبب المشكله. مين سبب المشكله؟ الام. نحن. تمام. فانت مثلا مساعده بتنظيم وقتها، مساعده كيف تقعد مع ابنها، نعلمها كيف طريقه الجلوس مع ابنها، كيف خلق الانشطه البديله. يعني نحن مثلا في عندنا خطوات عمليه مثلا حتى نحن نقدر نخلي الطفل يبتعد عن الانترنت او يبتعد عن الموبايل، وهي اول شيء الصبر. يعني انت مثلا الطفل عم يتفرج 3 ساعات على الموبايل، طب انت بوجهه نظرك انه 3 ساعات على الموبايل انت فجاه بدك تلغي الموبايل من حياته؟ ما بيمشي الحال، بدك تبلشي بالتدرج بتنظيم وقته. انه مثلا نحن مثلا مسموح بهذا اليوم انه مثلا انت تتفرج مثلا 15 دقيقه او ساعه او الى اخره، انت بدك تساعديه بهذا الموضوع، يعني بدك تشاركيه بهذا الموضوع، مو انه مثلا هات الموبايل من ايدك وانت ما عاد يعني هذا الشيء من البدايه لازم نحن نكون معودينه عليه. ما بيجي مثلا تارك الموبايل والله الطفل مع الموبايل مثلا سنتين ثلاثه اربعه وبعدين بدك تسحبيه فورا، ما بيمشي الحال. فضيت انا بقى بدي اقعد معك. ما بيمشي الحال. صحيح. انت تصير الشغله بالتدرج، يعني انت في عندك الصبر، في عندك التدرج بالغاء الموبايل
الموبايل من حياه الطفل. انا ما عم اقول لك تلغيه بشكل كامل، بس انا عم اقول انه احنا ندرج لحتى نحن نبعد الطفل، نخليه انه يتجه للحياه الاجتماعيه. وحرام، نحن كثير حرام انه مثلا الطفل قبل ما يفوت على الحياه الاجتماعيه نحن نخليه يفوت بالحياه بالموبايل والحياه اللي هي بتشغل خياله اكثر. خليه يتعرف على بيئته الجميله، خليه يتعرف على البيئه المحيطه فيه، بعدين بس يتطور دماغه ويتعرف على بيئته المحيطه، بعدين بننقله للحياه الخياليه. كمان يا رب الطفل بيستغل هاي النقطة، يعني في أشخاص بيقولوا لك إنه لا صغير ما بيعرف، يعني أنا حتى هاي الحالات بشوفها، يعني عند أولاد أختي أعطيني الجوال إذا جاي ضيوف أو إذا طالعين لحدا، إذا أعطيتيني الجوال ما بعزبك، إذا ما أعطيتيني الجوال أنا رح أعزبك، رح أعزبك. إيه بشرط صار الطفل. بصير بالأهل بهي المرحلة، بصير بالأهل بمرحلة إنه عم يستغل الطفل، عم يستغل نقاط ضعفه. وثاني شغلة، الأهل عم يهتموا كثير برأي البيئة المحيطة. طيب سؤال، هلا أنا أول شيء ما حدا حيخاف على ابني مثلي، مزبوط؟ صح. فأنا وقت اللي مثلا بشوف ابني إنه هو عم يستغل هذا الموضوع، حتى لو عيط وحتى لو بكي، ممنوع القرار اللي نحن بنكون متفقين عليه. طبعا هذا الشيء بيتم بحوار، بيتم بنقاش، بس ممنوع شو ما عمل انا اعطيه الشيء اللي بده اياه. تماما. تمام. يعني مثلا احنا متفقين على ساعه معينه، اوكي انت ممنوع هي، يعني مسموح بهي الساعه تتفرج فقط. على حتى لو قال لك انه انا بدي له عزب، اوكي انت حتنحرم من شغلات معينه، انت في عقاب حتاخده. بس وقت نشوف الطفل انه انا ما رح بقى استغل امي بهذا الموضوع او ابي بهذا الموضوع، حيلغي الموضوع بشكل حيدور على فكره ثانيه. بس طيب. احنا بنضل لازم نضل واعيين لهدول القصص. طيب يارا، اليوم نحن رغم كل السلبيات اللي عم نحكي عليها، ولكن اليوم هو هذا العالم، يعني هو طرح نفسه بحياتنا. طبعاً. كنا كبار او صغار، واليوم مثل ما نحن عم نستفيد منه بعملنا بعلاقاتنا بالتواصل الاجتماعي، اكيد الاطفال اليوم في ثغرات إيجابية رح يشتغلوا عليها، يعني في ثقافات أخرى، مجتمعات أخرى، في قصص كتير فينا نحن نفعله بالشكل الإيجابي. شو أهم الإيجابيات اللي ممكن يحصل طفلي فيها من الجوال أو الأجهزة بشكل عام؟ هلا شوف، الجوال بشكل عام هو طبعا نحن ما بدنا ننفي أنه هو سلبي جدا، لأن نحن كأشخاص بالغين نحن في مستفاد من الموبايل بشغلنا بحياتنا بالتواصل وإلى آخره. الطفل كمان ممكن يستفاد هو عن طريق مثلا البرامج اللي أنت بتختاري له حتى يتفرج، إن كان تعليم الأحرف الأبجدية، تعليم الألوان، تعليم هلا الطفل بمهارة التقريض، بصير بيلقط الاغاني، نغمه الاغاني، بصير بيتعلم رقصات، بصير الطفل بيتعلم الاحرف الابجديه. يعني معظم الاطفال خصوصا الطبيعيين بتلاقيهم انه هن بصيروا بيتعلموا الاحرف الابجديه لحالهم، الالوان. يعني هذا اكبر مثال عن تجربه شخصيه، انا ابني مثلا بحط له اوقات معينه الموبايل، فانه مثلا عم يتعلم شغلات معينه، عم يتعلم شغلات مفيده. ما بدي انكر الشغلات السلبيه، بس نحن وقت نحن بصير تشاركي بيننا وبين هذا الطفل، يعني بينك وبين طفلك، وبتصيري مثلا الاغاني تغنيها انت وياه، الاحرف الابجديه، تدمج الاحرف الابجديه اللي عم يشوفها بشغلات انت تعلميها، قديش الطفل برايك حيستفاد؟ أكيد. فالطفل هو قدران يتعلم، هو قدران يستفاد من الموبايل او الاجهزه الذكيه او التلفزيون. وقت انت بتصيري انه انت بتحددي الاهداف اللي انت ممكن تفرج للطفل، وتكوني مراقبتيها ومشاركتيها معه، وهون ممكن يتطور الطفل. تماما. اليوم كيف فينا نحط حدود صحيه؟ يعني نحن عم نحكي، حكينا بمرحله الطفوله المبكره، يعني نحن هدول الاعمار الاربع سنين، خمس سنين، ست سنين، يمكن فينا من البدايه انه نضبطهم، يا يعني نعودهم على الجوال بطريقه متوازنه، يا اما كثير. اليوم المراهق في حال ما كان هي الفكره عنده او ما كان الجوال بين ايديه من هو صغير، بس شهر شهرين كان في اتفاقيه وتعود على الموبايل كثير، اليوم حال سحب الجوال منه خلص انه ما بقى في موبايل، او في ممكن طريقه انه اعتدال انه لا انت تنظم وقتك. تمام. هلا انت وقت بتنتجي مثلا هون في عنا من الطفل انتقل لمرحله المراهقه، والمراهق بشكل عام هو بياخذ قراراته لحاله، فهو متعود انه هو يبلش ياخذ قراراته لحاله، فانك انت تجي تفرضي قرار عليه هو شيء كثير صعب. طيب انا خليني اقول انه مثلا هو لحتى موصل مرحله التعلق بالموبايل، اكيد نحن في مرحله اهمال رحنا، لا يعني مثلا احنا صرنا نتركه على راحته. المراهق ما بينترك لحاله، المراهق بده يكون فتره مراقبه. حتى انت وقت بدك تبلشي تعطيه الموبايل، بدك تبلشي تعود على الموبايل، انت ما بتمسكي مثلا فورا الموبايل بتعطيه واو خلص صار مسموح له كل شيء. شغله جديده بده يكتشف، بده يتعلم، شايف رفقاته على يعني عم يشتغلوا على الموبايل طول الوقت، فهو صار عادي عند كل المراهقين او عادي عند كل المجتمع بي رفقات في معهم موبايل. انا بدي موبايل، فانت مثلا من بدايه الموضوع انت لازم تكوني منظمتي له القصه. حتى لو نظمتي، المراهق عنيد ما بيرد. اوكي، بس انت بصير مرحله فرض انه مثلا انا في نقاط معينه او تدرج باعطاء الموبايل، تدرج بانه انت مثلا هلا الموبايل ما في داعي طول الوقت معه، خصوصا المراهق ما بيعرف الصح من الغلط. صحيح. المراهق انه ما انه قدران يتخذ قرارات صحيحه، بس نحن وقت اللي بنجي بنصير نحن بنحطه تحت الامر الواقع، انه انا مثلا الموبايل انا كأم تمام
عم بحط الموبايل معي بعطيه بساعات معينه هو تعود. اي عاده بدك اي شيء بدك مثلا تقومي فيه بصير بحاله تعود. فانت وقت بتنظمي له اوقات وقت اللي انت بتنظمي له ساعات اللي هو لازم ينعطى له الموبايل فيها رح يعذبك اول فتره. انا ما بقول لك انه مثلا هو فورا رح يمشي مثل ما بدك، لا استسلمي وترجعي ترجع الموبايل. ليش اهالي اليوم استسلموا يعني؟ بس هي الفكره، المفروض يكون عندنا اراده. يمكن يا رفيق يعني فتره المراهقه يعني انا كمان يعني مو ظابطه، انا بعد 13 سنه اجي بدي انظم له بعد 14 سنه يعني. ما هي الفكره بتجي من حاله يعني التنظيم من البدايه. صحيح يعني تمام. يعني هلا مثلا انت حتى مثلا خلينا نقول الرياضه اي شيء بحياتنا بدنا احنا كاشخاص احنا بدنا نتعود عليها، ما فيك تتعود بسهوله. طيب اليوم هذا المراهق او هذا الطفل اليوم انا رح اشيل الموبايل من ايده، رح انظم لهم ساعات يشتغلوا على كان على التاب او الموبايل او حتى شاشه التلفزيون. اليوم انا بدي اعطيهم بديل لهم كرمال عبيلهم هذا الوقت، وخاصة نحن جايين على الصيف في أنشطة صيفية، في نحن عنا اليوم محيط حوالينا مفروض نتواصل معه. خلينا نحط هيك أساسات أو خطة للأهالي اليوم كرمال بعد الامتحانات كيف قادرين ينظموا هاي الموضوع؟ تمام. هلا انا وقت اللي بدي اتجه للاهالي بتجه على الانشطه اللي بحبوها الطفل. يعني انت ذكرتي فكره كثير مهمه الانشطه. طب اوكي بس انا هون بدي اختار الانشطه كمان، ما اضغط الطفل او المراهق بطريقه انه هو ينفر. يعني فورا الاهل بيروحوا لدورات رياضيات وتعليميه والى اخره، لازم نعطي الطفل في شيء ترفيهي. يعني مثلا في دورات كثير حلوه ان كانت تعلم الموسيقى ان كانت الانشطه الترفيهيه للطفل الرياضيه والى اخره. فالخطه لازم يستخدموها الاهالي هنا يتعلق يساعدوا الطفل ان كانت نوم ان كانت بتنظيم وقت النوم بتنظيم وقت الموبايل الى اخره. لازم يتعلموا الاطفال او الاهالي على وضع خطه انه هن كيف بدهم يشتغلوا مع طفلهم. يعني مثلا نحن في عندنا مرحله انه المراهق مثلا خلص الامتحان، بعد الامتحان انا لازم يصير في عندي شو هي الانشطه، لازم اكون مخططه شو هي الانشطه لازم يدخلها الطفل. وفي شغلات كثير عم تطلع جديده، يعني ان كان المبرمج انه مثلا كيف الطفل مثلا يصير مبرمج الى اخره، في شغلات كثير حلوه. يعني احنا اذا فتحنا مجال كثير بتدخل شغلات حلوه، ان كان تعلم لغات جديده، ان كان مثلا شغلات ابداعيه للطفل. حتى الحساب الذهني اليوم اخذ مساحه كثير كبيره كثير، لانه هو عم يعلم الطفل يعني شغلات جديده. حتى في كمان هلا الاولاد شوفونا كثير عم يتجهوا على رسم الماندالا مثلا، شيء جديد بس هو عم يتعلموها الجمباز الباليه. فنحن وقت المفتح افق الاهالي مثلا عن الشغلات اللي ممكن يعني مثلا يشتغلوا فيها الاهالي، بنلاقي انه الاطفال حبوا او بنتجه انه للشغلات اللي بيحبوها الاطفال، فبنلاقي انه الاطفال حبوا يدخلوا هذا المجال. نحن هيك نظمنا لهم فئتهم، نظمنا لهم مثلا وقتهم على الموبايل، نظمنا لهم الانشطه تمام. فهيك ما رح يصير في عنا تعلق بالموبايل اصلا. يمكن هاي الأنشطة بفترات الصيف أفضل يمكن طبعاً من فترات الشتوية، وفي وقت لها أفضل. بدنا طبعاً نتشكر حضورك معنا يارا أحمد الاختصاصية الاجتماعية وللمعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لك. شكرا يارا، بقيت نهار حلو لك مع هدول المطارات الحلوين. إن شاء الله خير على الجميع، بكونوا أهلا وسهلا.